السلام عليكم شباب. هلا راح نفحص نبضات الخرج لهذا الانفرتر الصناعي، عفوا الكرت هاد. طبعا هذا الكرت الاي سي في اس جي 3524 ام. هلا راح نفحص النبضات. شوفوا شباب، هلا مثل ما انتم شايفين هاي النبضات، هاي طبعا من القناة طرفها اليميني، وهاي نبضات الطرف اليساري. طبعا انا عندي القناة بتعطيني شكل مثلث، اذا اجيت فحصت هون تعطيني مربع عادي ما بهمنا. هلا هدول النبضتين تمام، اذا لاحظنا شايفين اثنيناتهم متساويين. شوف هلا اذا فصلنا القناة، خلينا بس الطرف الثاني اشعل 50 هرتز، كمان هون 50 هرتز تمام. طبعا انا عم بفحص هدول النبضات، هاي وحدة وهاي وحدة. نحن الغاية من الشرح انه بنشوف الفرق بين الموجتين. شايفين شلون شباب؟ في فرق بالطور بين الموجتين، عكس بعض تماما. ايش الغاية من هذا الحكي؟ هلا بما انه هن عكس بعض، نجي نضغط هون بنشوف اشارة الخرج، يعني الناتج عن الاشارتين هدول، الناتج عن جمع الاشارتين هدول. شوفوا عم يعطيني اشارة متناوبة. نخفف شوي، شايفين شلون؟ طب تمام، اذا فصلنا واحد منهم، شايفين اعطاني اشارة مربع. انا بحاكيكم عن هذا الخط، ها شايفين شلون اعطاني الخرج اشارة مربعة، هاي احد الاشارات مفقودة. اجت الاشارة الثانية، شايفين اعطاني اشارة متناوبة. طيب خلينا نفصل القناة، شايفين كمان اعطاني اشارة مشوهة. شايفين اعطاني نفس اشارة القناة هاي. نرجع، شايفين اشارة متناوبة، فصلنا اعطاني اشارة مربعة. الغاية من الحكايات كلياته انه الخرج بيعطيني اشارة مربعة واشارة مشوهة واشارة دي سي تمام، في حال فقد احد الاشارتين او في خلل بفرق الطور بين الاشارتين هدول. يعني ممكن الاشارة هاي ما في فرق للطور، نفصل، شايفين اذا كان الفرق الطور بين الاشارتين هدول مانو مطابق 100% واثنيناتهم مانو نفس الهرتز تمام، هون ما راح يخلق عندي الخرج اشارة متناوبة. طبعا هذا عم يعطيني اشارة متناوبة، هي فعليا ما فيها الاشارة متناوبة 100%، في تشوش بالاشارة، في اكتر من عامل بيلعب دور بالحكي هاد. حبيت شارككم هالمعلومة، اخوكم ابو وسام.